عسلام ومرحبا بكم أصدقائي ومتابعي قناة سكاي تي في. اليوم باش نحكيو على الإعلامية والمحللة السياسية والمحامية سونيا الدهماني اللي كانت دخلت في العركة الكبيرة واللي اعطيت رايها في حكاية لطفي العبدلي وأمين قارة اللي كانت شعلت بيناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان لطفي العبدلي وصف أمين قارة برشا عبارات خايبة ونابية من نجموش نقوله هالكم، لكن ألطفها وسامحوني في الكلمة كان قد قال أمين رقارة وقال عليه برشا كلام خايب آخر كما قلت لكم من نجموش نقوله هالكم. تدخل سونيا الدهماني بيناتهم وتعلق باللطافة والجمال متاحها والريق اللي عندها الكبير سونيا الدهماني والدبلوماسية بحكم إنها محللة سياسية، وتقول في تدوينة لها على انستغرام أمين قارة متربي وعمره ما يقول حاجة خارجة عن نطاق، وأمين قال اللي قل التربية ويعرف اللي لطفي مش باش يسكت. أنا لطفي العبدلي ما نعرفوش شخصيا، لكن تمنيت البارح ناخد نمروه ونكلمه ونقوله قداكش ضامر ونحسو إنسان ذكي برشا ويضحكني على الأخر ومن حقك تنقل، أما كارك تفديت في القاريتي والكلام الزايد يا لطفي. لهنا سونيا مبارك تحاول تهدي الجو بعد ما كان أمين قارة رجع لطفي العبدلي وقال اللي لطفي العبدلي يعمل في برشا في الجاريتي ويقول في كلام زايد ياسر، وقال برشا كلام على سياسيين واعلاميين ما حقوش قالوا، واللي هو لطفي العبدلي ماهوش متربي بتاتا.